لا تزال القضية الفلسطينية محل اهتمام الجامعة العربية، والتي تؤكد خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعمها المستمر لحقوقهم المسلوبة. يجب إبراز أن السياسة الإسرائيلية العنصرية التي تستند إلى الاحتلال والهيمنة وتطبيق نظام الفصل العنصري يجب أن تتوقف، فإسرائيل الآن في هذا العالم المعاصر هي آخر معاقل العنصرية والأبرتايد في العالم كله. علاقتنا مع أمتنا العربية علاقة لا تنفصل، لأنه نحن نشعر أننا جزء من جسم واحد مع الأمة العربية، وكل ما حققناه من إنجازات ومن صمود شعبنا له علاقة بالدعم العربي. ويأتي هذا اليوم من كل عام ليذكر العالم بتاريخ النضال الفلسطيني، والذي ظهر خلال كلمات ممثلي جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية ودولة فلسطين والأمم المتحدة، بالإضافة لعرض صور تجسد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. هذا النشاط اليوم هو تذكير أنه دولة فلسطين لحديثها لم تقام، وتذكير للدول الأعضاء أنهم لازم يبذلوا جهود أكثر وأكبر من أجل إنشاء وإقامة دولة فلسطين المستقلة. نتمنى أن لا تغيب القضية الفلسطينية وأن تكون أولى القضايا الأمة العربية وأن يكون هناك حراكا دوليا. المجتمع الدولي مطالب لتنفيذ تلك القرارات التي اتخذت لصالح القضية الفلسطينية، والتي تتجاوز مئات القرارات في ظل حالة التعنت وحالة ضرب تلك القرارات بعرض الحاد من قبل الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتفال السنوي لدعم القضية الفلسطينية ما هو إلا استمرار لرفض الكيان الإسرائيلي بكل ما يرتكبه من جرائم غير إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ودعما لنضال شعب يسعى جاهدا للحصول على حقوقه المشروعة. نسرين فؤاد، هنا العاصمة.